نستكمل موضوعنا، دي المحاضرة التانية وهتيجي على جزئية واحدة وهي بسيطة وسريعة، وهي تعتبر هي المحاضرة الأولى والتانية والتالتة، دي مقدمة للموضوع بتاعنا. هنتكلم على المشروع وإدارة المشروع، يعني الإدارة من المشروع كإدارة والمشروع كتشغيل، يعني Project Management and Operation Management. البروجكت بيبقى مشروع حدث مؤقت Temporary Endeavor، يعني احنا بنروح مثلا بنبني مبنى او بنعمل مشروع، بنستلم الموقع بنخلصه قعد سنه اتنين تلاته حسب التايم سكادجول بتاعه، التايم ديوريشن بتاع المشروع، وبعدين بنسيبه بنمشي، بنسلمه تسليم ابتدائي او بنسلم المشروع بنمشي. يبقى ده تمبرري، حدث مؤقت ليه بدايه وليه نهايه. لكن الاوبريشن حاجه تانيه بقى، اونجوينج، زي مثلا مصنع سيارات. احنا مثلا كمهندسين مدني ومعماريين رحنا بنينا مصنع، مثلا أنشأنا مصنع لإنتاج السيارات، لإنتاج الثلاجات، الغسالات. المشروع هيبدأ بتاريخ معين وهينتهي بتاريخ معين، يبقى هو هنا إحنا بالنسبة لنا عملنا مانجمنت عشان نعمل المشروع ده، ده مشروع تمبرر، تمبرر انديو. بعد ما مشينا صاحب المصنع أو الشركة المالكة للمصنع راحت جابت بقى طاقم موظفين وإداريين ومهندسين انتاج متخصصين في الموضوع ده، والمصنع ده بيقدر شغال اون جوينج. لو مكتوب له النجاح وشغال انتاج اي حاجه هيقدر شغال على طول اون جوينج مستمر، ريبيتيتيف ادمنستريشن او ريبيتيتيف ايتم، بنود معينه بينتجها متكرره. هنفرق بقى ما بين البروجكت مانجمنت والبروجكت والبروجكت مانجمنت والاوبريشن مانجمنت في حاجه، ان مدير المشروع بتاع البروجكت مانجمنت اسمه بي ام، بروجكت مانجر، اما الاوبريشن اسمه اوبريشن مانجر. وهو زي ما قلنا ان الاونجوينج بروجكتس او الاوبريشن بتتميز منها ريبيتيتيف ongoing execution of activities that product same repetitive product أو سيرفيس، عربيات، ثلاجات، غسالات، مراوح، حاجات زي كده. أمثلة زيها بالذات اللي هي الإيه؟ manufacturing والadministration والبرودكت. البرودكت أو الديليفرابل اللي هو المنتج أو الإخراج بتاع أي مشروع بيبقى تعريفه، مش عايزين نحفظ حاجة، نفهمها بس. A unique and very يعني مختص بحاجة بعينها، منتج ليه خواصه الفريدة مميزة، unique and very جاي من verify، verifiable services أو results produced to complete process أو phase of the project، يعني سواء process أو phase أو project نفس الشيء، same product result service. اي حاجه في اي مشروع النهايه بتاعه البروسيس او بتاعه البروجكت ديت هي الديليفربل، خلاص المنتج طلع اوتبوت، الديليفربل دي كانه ابروفد اوتبوت. في ترمينولوجي اسمه الفيز اند، يعني لو عندي مرحله معينه من المشروع سواء كان مشروع او جزء معايا من المشروع، الاعمال المدنيه، الاعمال الالكترونيكس، الاعمال كده انتهت وخدت ابروفل من الشاري هاند اوفر، الشاري دوره دايما هاند اوفر بيستلم، يبقى دي هي نفسها الفيز اكزيت، هي نفسها الستيج جيتس، دي ترمينولوجيز تعريفات او كيل بوينت. مش معنى كده بقى ان اروح القاموس اقول كيل بوينت نقطه القتل، لا، اللي هي النقطة اللي انتهى عندها، مفيش رجوع تاني للبرودكت ده، خد موافقة وتشيك عليه وتعمل له التيست وكل حاجة، يعني تم تسليمه تسليم الضامن
للمنتج وهو الاستشاري اللي قام بدور كواليتي كنترول. اخر حاجه الكواليتي كنترول، يعني المقاول او الشركه عملت برودكت معين وشيكت عليه ونفذته حسب المواصفات والمقاييس وتشيك عليه مره واثنين وثلاثه وخد ابروفال، بعد كده بتسلم ده كل ده كواليتي اشور، بعد كده بتسلم للاستشاري عشان يدفع له ثمنه او يبقى في موافقه انه هو كده ضمن ان المنتج ده مطابق المواصفات. الاستشاري دوره دور الضامن، زي موضوع العربيه، لو واحد راح يشتري عربيه بالتقسيط ومضى شيكات يقول له هات ضامن، ايه الضامن ده؟ عشان لو بيضمن ان الفلوس دي هتتدفع. الاستشاري يكونه مضى واستلم، دي مرحله الهاند اوفر كواليتي كنترول، يعني الحاجه دي بيبل قابله للصرف او الدفع. البروجكت مانجمنت ان جنرال هي مهاره ومعلومات مع ادوات وتكنيك، يعني انا دي عباره عن تطبيق لبيانات المعلومات وفيها سكيلز وتولز وتكنيك عشان انفذ اكتيفيتيز تحقق ريكويرمنت او الستاندرد او المواصفات بتاعه المشروع اللي هي محطوطه اثناء في مرحله السكوب اوف وورك او اللي هي المتطلبات بتاعه العنصر او البرودكت اللي هي احنا بنسميها سبيسيفيكيشن. احنا لسه في البروجكت مانجمنت. البروجكت مانجمنت فيها خمسه فيزز، كل فيز من خمسه مين بروسيس، هم دول انيشيشن بلاننج اكسكيوتنج مو اند كو كلوزر او كلوزنج. الخمسه دول بيحتووا كل واحده من دول بتبقى مظله لمجموعه اعمال او مجموعه جروب او مجموعه اوبريشنز او بيرفورمانس، او يعتبر ان دول كانهم خمس شجرات رئيسية، كل شجرة بيتفرع منها بعض الأفراد. أكبرهم على الإطلاق البلانينج اللي يهمنا هنا الكواليتي بتاعتنا إمتى بتتحقق. هنا بعمل بلان كواليتي في مرحلة البلانينج، في الإكسكيوشن بعمل كواليتي أشورنس اللي هو دور المقاول اللي هو بينفذ وبيطابق المواصفات، بيعمل تشيك على المنتج انه مطابق للمواصفات، مساير المواصفات او مطابق للمواصفات، وبرده بيعمل مراجعه على ما بيجيب استشاري من نفسه من ذاته، استشاري خاص بيه او السينيور انجينيرز تشيف انجينيرز بيستلموا الشغل يتاكدوا انه مطابق للمواصفات، يقولوا خلاص احنا جاهزين كده، كل ده كواليتي اشورنس، احنا جاهزين بقى نسلم للاستشاري. عشان كده المونيتورنج اند كنترولنج بتحصل فيها المرحله النهائيه للهاند اوفر للبرودكت، سواء قاعده خرسانيه سور سقف بيسلمه للاستشاري عشان يعمل بعد كده بطلب صرف قيمه العمل ده. دول الفايف مين بروسيسز في البروجكت مانجمنت. سب بروجكت يعني جزء، اي مشروع بنقطعه بنقسمه لسب بروجكت. يعني مثلا عندي مشروع بعمل له حاجه اسمها دبليو بي اس وركينج بريك داون استراكشر قبل ما اعمل السكوب. مشروع مثلا قريه سياحيه، نروح عاملين مثلا الاعمال المعماريه، الاعمال المدنيه، كاني بعمل لها اورجنايزيشن، الاعمال المعماريه، الاعمال المدنيه، الاعمال اللاندسكيبنج، الاعمال الميكانيكيه، الاعمال الكهربائيه اند سو اون. فانا بقسمها لكومبوننتس يسهل عليا ادارتها. وممكن انا كشركه عثمان احمد عثمان مثلا ممكن ادي الخرسانه لحسن علام، يعني سيبريت اورجنايزيشن هنا منظم، يعني اورجنايزيشن هنا المقصود بها هيئه او شركه، يعني منظومه متخصصه في عمل ما. ممكن مثلا اعمال الكتروميكانيكيه بديها في شركه متخصصه قوي في الالكتروميكانيكا، في مثلا رصف او طرق ادي شركه متخصصه في الطرق، وممكن انا اللي اعملها بنفسي، ماي بي بيرفورمد ممكن تنفذ او تنتج باورجنايزيشن منفصل عن الاورجنايزيشن الاصليه اللي هو السوبر كونتراكت. يعني هي باختصار
سوبر كونتراكتور وسب كونتراكتور. فالسب بروجكت اللي هو عمل فرعي جزء من المشروع صغير كده، يعني مشروع عندي كبير، الاعمال المدنيه دي اسمها سب بروجكت. الاعمال المتفرعه مثلا الاعمال النجاره دي سب بروجكت، دي على بعضها كده ممكن اديها لشركه شركه غير الشركه بتاعت السوبر كونتراكت، فدي يبقى هي سب كونتراكت. سيبريت اورجنايزيشن هنا بيعني سب كونتراكت. وممكن السب بروجكت دي ممكن تبقى فيز او جزء من المشروع. دي شويه تعريفات. البروجكت مانجر بقى، البروجكت مانجر دي تعريف بتاعه اللي يهمني هنا، نابور نوت ميد، يعني ده يولد ما لا لا يخلق، مش ما ينفعش اجيب واحد زي حكايه الموهبه، يعني زي الكوره لو جبت واحد مهما كان قعدت تعلمه كوره ما عندوش الموهبه، لكن لو هو عنده الموهبه هيسهل عليا ان انا اخلقه كمدير مشروع او اوظفه كمدير مشروع. اكاونتبل هنا يعني في وش المدفع، منفردا individually for work more than each one what more than what he can do himself alone. يعني بيبقى محمل او محمل عليه ثقل وعبء المسؤوليه، محاسب منفردا على اي حاجه في المشروع بحجم اكبر من الايه من اي عمل هو ممكن يقوم بيه منفردا يعني او لوحده. اهدافه الرئيسيه انه ايه، ينفذ يحقق الهدف من المشروع ويستعمل يوز ريسورس efficiently، يعني يستعمل التولز اللي عنده او المصادر سواء equipment او مان باور بكفاءه واقتدار، ويتاكد اني ان التنفيذ بيتم حسب ما هو مخطط له execution as planned. لسه بنتكلم على project manager assigned by organization individual responsible to accomplish an object. كلام بقى مكرر، يعني بيتم تعيينه من الشركة او الهيئة اللي هو شغال معاها علشان يبقى مسؤول عن تنفيذ اهداف المشروع، ودي مسؤولياته الاساسية الاربعة: تخطيط، ينظم الدنيا هنا organizing يعني ينظم الانشطة يومي ديلي، بيقود التيم leadership، وبيعمل كنترول على البروجريس اللي هي الاكومبلشمنت او الاكسكيوشن والبرفورمانس، يعني سير العمل والاداء بتاع سير العمل بيرفورمانس الاداء بتاعه. يعني انا بتاكد الدنيا شغاله وفي نفس الوقت باداء، الاداء عامل ايه، مش شغاله وخلاص. دي هنا بيبين لنا العلاقه او الفرق ما بين بروجكت مانجر والكونستراكشن مان. البروجكت مانجر هو اللي بيقود عدة مشاريع، لكن الكونستراكشن مانجمنت هو اللي بيقولوا عليه ساعات المهندس المقيم او مهندس الموقع. يعني ده بيبقى معاه لو عنده ده بيبقى في مشروع واحد. البروجكت مانجر بيبقى عنده عدة مشاريع لكل مشروع فيهم كونستراكشن مانجمنت مانجر هو بيقوده. التنفيذ الناجح والجيد لازم يعمل له بلاننج وديزاين واكسكيوشن، دي السيكونس اللي مش بعد كده، يعمل سكادجول وبادجنج والسيفتي والماتيريال، ويتاكد من تواجد افيلابيليتي تواجد او ايه توفر المواد والناحيه اللوجستيه وكل الكلام ده في الكونستراكشن، انه يتاكد ان ما يحصلش ديلينج او اي حاجه للعقد. البروجكت مانجر التري كونسترينت بتاعته والبيزس بتاعته السكوب والكوست والتايم. السكوب دي هي اللي بتحدد لي المواصفات والستاندرد، الكوست البادجت بتاع المشروع، والتايم مده المشروع. ده راجل بيه عنده كذا مشروع، ف
فهو كل اللي يهمه الثلاث بنود دول، ان الكونستراكشن مانجر يبقى ايه محافظ على الحاجات دي. الفرق بينه وبين الكونستراكشن مانجر، الكونستراكشن مانجر برضو عنده 3 بيزز او 3 كونسترينتس، هو محدد راجل اهو متبهدل وهيلبس الخوذه وينزل. لو شفتوا في المقدمه الواجهه بتاعت الموضوع بتاعنا، اللي لابس الكرافتة ديت البروجكت مانجر بيسلم الشنطة بتاعت المواصفات والدوكيومنتس بتاعت العقد، خد نفذ ده او فيها الفلوس بتاعت المشروع. تخيلها كأنها كده، ده راجل ليميتد ومحدد بالمثلث الرابع ده، مشترك مع الهدف واحد مع البروجكت مانجر في التايم. طب ايه الفرق بين الماني والكوست؟ الكوست هي البادجت بتاع المشروع، مثلا 100 مليون والمشروع ده البروجكت مانجر عنده المشروع ده ب 100، ده ب 300، ده ب 600، بيدي المبلغ ده هو البادجت بتاع المشروع، مسؤول عنه البروجكت مانجر ما يتعداش الفلوس اللي خدها، كانه خد فلوس كاش، يعني دي كانه مبلغ كاش للمشروع ما يتعداهوش. لكن الكوست بيتكلم على بادجت، البادجت بتاع مشروع ب 300 مليون وده 100 مليون وده 50 مليون، بيتكلم على بادجت بتاع شركه، لكن ده الفلوس النقديه اللي خدها، كانه خد فلوس مبلغ، ها دي مبلغ كاش بقى سيوله، مبلغ بعينه اتحط في البنك لحساب المشروع ما يتخطروش. والكواليتي اللي هي التفصيله بتاعت السكوب، اللي بيحط السكوب مدير المشروع حط السكوب اللي هي المواصفات، وهو هنا كواليتي بتاعني تحقيق او التحقق من المواصفات اللي جات له ينفذها زي ما هي، ان بينزل المشروع بيروح ينفذ البرودكت او السيرفيس او المنتج اللي بيعمله، سواء مبنى او طريق او اكسكيوز مي، زي ما الكتاب قال، زي ما المواصفات اتحددت وما اداله الكتاب البروجكت. البروجكت مانجمنت بيز لاين قلنا عليهم اللي هم السكوب، السكوب اللي بيتعمل منها اللي بتحدد الكواليتي والديسكريبشن بتاع البند سكوب اوف ورك، والكوست اللي هي قيمه المشروع، والتايم اللي هو التايم سكادجول اللي هي مده زمنيه للمشروع اللي لازم ينتهي. عشان ارضي العميل كاستمر ساتسفاكشن، دي الست بنود اللي هم لازم اتحقق منهم. لو انا وفيت الست بنود دي حققت الكاستمر ساتسفاكشن، ده قلب الايه المطلب بتاعنا، ده الجول الرئيسي للموضوع بتاعنا كاستمر ساتسفاكشن، ان انا لازم احقق الكلام ده كله. المشروع ليه سكوب، السكوب دي بنفذها زي ما هي، يبقى انا حققت الكواليتي. بقدر الامكان اقلل المخاطر السلبيه وازود المخاطر الموجبه زي ما هنشوف بعد كده. انفذ المشروع within its period او within its scheduled او plan within its budget، واستعمل الريسورسز اللي هو عايزها الكاستمر، في مثلا اللي صب خرسانه بباب البمب، عايز مثلا طوب احمر، عايز طوب اسمنتي، عايز الماتيريال دي كذا، عايزك تستعمل الايكويبمنت الفلانيه، عايز العمال يكونوا من بالمواصفات الفلانيه. فاحنا الريسورسز كلها اللي هي المان باور والايكويبمنت والماتيريالز اللي هي 3 مين ريسورسز بتكون اكوردنج تو دي ريكويرمنت اوف دي كاستمر. وان شاء الله كده خلصنا المحاضرة الثانية، ونكمل معاكم في المحاضرة الثالثة ان شاء الله، وهي جاية على كذا جزء. شكرا.